لا يغشكم يوم من الايام يلف عليكم واحد مثل هالسياره عبالك غزم. شوفه شوفه لا تغريك سارة. شوفه شوفه غزم شوفه شوفه شوف نزام السياره اسمع شوف شوف نزام السياره والله انا مسكوك يكسرون راس. جماعه انا قاعد افتح صوب النادي لان شنو المدرب ناطرني برا وصار لي 5 ايام ورايح. شنو يبي راسي قسما بالله يبي راسي هاي بمر يمك وشلون يطالعني. ها شوف 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 كاك كاك شوف شوف انا والله خايف اوقف انه يكسرني. شوف 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 وين اصفد؟ اصفد اصفد خلص ها؟ خلص خلص اصفد اي مكان اصفد؟ شفت هاي الساعة كم انت؟ ادري روح روح اصفد اصفد وين اصفد ادري؟ اصفد اي مكان خلص خلاص خليها باكر ها؟ يلا يلا روح عند اجرم باستا بالعالم. شوف انا بالديرة صح؟ والله العظيم راح اطلع من الديرة اروح اسوق لها بس عشان اكل باستا. ويقول لك منزلين عندهم صمونه تدي يقول لك من قوه ما هي قويه. شنو اسم الصمونه؟ اسمها سكرت يعني الذبحه. الحين رايح سكرت اللي قاعد اقول لكم عنها اللي راح تصير يعني اقوى صمونه بالكويت. شوف شوف هذا الشكل يصير لي فوق البطاطا. هذا البطاطا الحار اللي تحبونه حلو. شوف 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 تصب عليها جبن. شوف بس هذا ما خلصت يا الحين. شوف تصب عليها جبن حلو. شوفها شوفها تصب عليها البطاطا تمسكها كذي ها وتعطيها صوت صوت بلش ناكل اوردرنا العادي. هذا ابي ليمون زياده ابي ليمون. انا اليوم وين جوانح؟ هذا جوانح ابي ربيان. ها هذا 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 صجي هذا صجي هذا صدق صدق. ليمون شوف شوف فقرين حلو لان في شغله والله العظيم قاعد تنظلم حقها. انا اقولها انا كل مره اجي هالمكان المطعم قاعد اقولكم عنه بالداوس. هذا شفت ماكدونالدز فقرين هذا ماكدونالدز المطعم هني صاير. شوفه هذا تشوسي تشيكن حلو. البينك باستا هذا اللي قاعد اقولكم عنها اللي اقوى باستا بالكويت يعني انا ما جرت باستا بالكويت احلى منها وقسما بايات الله. نصيحه تعال كلها هني يعني هي اما لو تطلبها حلوه بس تعال كلها هني. حتى اذا ما تبي تقعد اخذها بالسياره اكلها بالسياره بس اكلها هني. والله العظيم ما في باستا بالكويت يمها. ابي تباسكو تباسكو انت مالك اضافات ليمون هني على هذا شوي نطقطق هذه. ايوه خل ريح دقيقه تعطي جوانح تحط الجوانح شي. شوف 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 ركز ها وطب الليمونه فوقه. شوف شوف كذي ترفعها وتعطيها. وهم تعطيها بعد شوي بس دقيقه خلينا نجرب شي ساده لان انا لازم اخذ رايي بالساده. جرب ساده طقه كذي باستا ريحته شوي على الجنب خليته يخلونه عندهم داخل. ليش؟ لان هذا تباسكو ما هي براسي يبولي تباسكو من الجمعيه طرشتهم يروحون الجمعيه يبولي. الحين نعطيها شوي ربيان خفيف
يا جماعة خلنا أعلمكم طريقة. الناس وايد تقولي عرادي شلون تسوي الطريقة. أنا أقولك شوف الليمون طقها هني وطقها على الصوص. شوف شوف لازم يكون على الصوص حلو. تخلي الليمونة شي تطالعك وي باي يعني تقولك شفيك. أنا أقولك شفيني. لا لا شوكة ليموني تحط هذا الصوص شي صح خفيف وتخليها يعني مثل ياهل تلعب الزحلاقية تنزل على الليمون شوي صح تأخذها مع الليمون كذي تطقها شي. شوف شوف خوريكم سيلفي أدي وي راح يطلع خايس بس شوف. حق اهل الدايت هذا فكاتو شنو يحببني بهالمطعم. انا اقول لكم ان عسى دايت قوي. شو خليته اروح جمعي شنو يجيب لي الاصلي العج شنو حق الباستا خالي تزيد عليها الجبن من فوق. هذا الشرطي اللي دخلت عطني تفضل حبي باسكو لان راح تشربه مثل بيبسي. ايه هذا الشغل الطيب جايبي لي هذا تقول كنا كاتشب عيال فلوس. ايوه هذا طيب تحطه كذي يمه تلزق عشان الريحه تفوح تجي داخل. شوف 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 ها شوف 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 شلون تفوح شوف 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 بس شوي تباسكو شوف 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 ما تقدر ما تقدر ما تقدر من الجبن هذا ما تقدر ما تقدر ما تقدر تطق واحدة شي. تقولي عرادي انت شنو قاعد تسوي قاعد تحط فانيليا عليه عصير مانجا. يا جماعة هذا البرد خلطة هذا البرد اسمه سكرت خلطة البرد هذا مو فانيليا. هذا البرد في 5 مكونات داخل عرفتوا. فجرب عليه كم اوردر ما عجبني الأمان اكون صريح. الحين اخر اوردر بجرب عليها الطريقة. حط لي رمان حطيت عليه اضافة صوص. شوف شوف صوص الاحمر هذا صب رمان ايوه بعد بس يعني بالأمانة بط ما ينشرب. هذا اسمع هذا تفكروا تحطونه واللي ألف لي العصير أعطوني اسمه لأنه مخصوم عليه الشهر ماشي. لا تصورك مرة ثانية تفهم بالعصاير اللي سوى العصير أعطني اسمه لأنه مخصوم عليه لأن هذا أخي عصير سببته بحياتي. أعطني لا تلفون عصاير لمن أنا إيه ها ماشي حبايبي. وهذا يعني شوف هذا اللي سواه قول له خلي يشربه كله حبيبي حبيبي تقصوا على الناس تعطوني شكل حلو والطعم. لا ما عليكم امر يعني نسوي شيء صح يعني انا نشتغل دام قاعدين على البحر ها انا وبقالي الجو الحلو يا جماعه بنقول لكم سالفه صارت لنا انا بقول لكم سالفة صارت لنا أنا وحسن قبل أن نكون اثنين موظفين كذي. لا لا قاعدين على البحر شوف البحر قدامنا ها. المهم ندش بالسالفة ندش بالسالفة ندش وايد
لا لا شوي شوي اسمع يا جماعة. طبعا حسن الكل يعرف انه ولد خالتي يعني مو صاحبي، يعني من عمر الدنيا احنا نعرف بعض. شوفوا من اول ما عرفنا بعض ليومكم هذا، انا الحين عمري 30 يعني يقولوا 30 سنة اخي يا مشروع سوينا اليوم. لا حلو تتأمل يا جماعة. شوفي صار طويل، سوينا سلطة ما كليناها، سوينا قهوة ما شربناها، سوينا قاعدين وتشذب ليه تشذب الله وكيل قهوة يشذب على الأهل بدوامة ولا كنت تشذب واثنين ما صاروا يانا ولا شيء. مشروع يعني زين، هو يعني زيت زويت 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 يعني مو زيت لا زويت زويت تكسر شوية. ايه ترى يقولك على هالجو هذا يبي له شعر، يبي له شيشة بس ما نعطنا بس طول على الموسيقى انا صوت البحر صدع راسي. اسمع يقول اجواء، اسمع صوت سيارة سياك من بعدين اجواء اجواء انت ما انت لا تعذرب اسمع. لا ادري يعني شخليت اني قاعد ببسط ببسط الشارع. يعني هذا طلع صدعت راسه برد البيت الحين ما حد لغ القراني. اش ما طولت هم تنتهي وباكر الشده اجتازها، ما اريد رحمه من البشر بس رحمه الله اعتازها، باكر اقوم من الوجع وتفض ورد بهيبتي مثل القمر ارجع قمر كل ما تطول غيبتي، وخليهم اللي عني حكوا ويدورون عيوبي هم انعم الله على البشر من ياخذون ذنوبي، هم زين بس عثرة وقمت رديت اكمل دربي، عافتني وادم للاسف كانت تعيش بقلبي، لا تقل لي عشرة ولا ربع ما حد وقف لي بضيجي. ايه من دورك لازم اسمع منك. تبي تسمع واحد يبكي؟ ايه. ما ابي ابكي الناس، لا تخليني ابكي يا ملعزة. عطم ما اسمع اسمع هذا الشعر حق كل المشاهير والمشهورات. ها شنو فادتكم الشهرة وشنو فادتكم الفانزات، شنو يعني كثرت لايكاتكم، شنو يعني كثرت عندكم الكومنتات، شنو يعني صار عليك دوس وصارت عندك دعايات، ليش تشوف نفسك على ربعك وهلك، وليش قمتي تتغلين على بنات خالتك وبنات العمات، ليش كل ما يكلمك امك ابوك يقولك نزلي اكلي معانا بالطاوله تقولين سوري دادي اليوم عندي وايد دعايات. والله سالفه ولا شعر؟ لا شي تحرشني هذا ترى الشعر كاتبه 65 انا. خلنا اكمل مالي كمر. اوكي روح. الله بالقبر ما يفيدك الا الصلوات. الله واذا تتوفق بحياتك اخذها من اهلك ومن دعوه الامهات. ولا الفولورز والفانزات والدعايات واللايكات ما يفيدك بيوم الاسود، وما ينور قبرك الا اذا كان عندك حسنات. كلهم ذاك الوقت بينسونك واولهم الفانزات. الله 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 صح صح. خل قلبك ابيض. لا انت ما تتسمع روح ما تتسمع انت والله، بس ابي نسمع شعرك السيجارة وتدخن بس عبالي خلاص. اسمع اسمع ها اسمع واحد نيفر خلهم يزعلونك خلهم يضاقونك خلهم يزعلونك خلهم يضايقونك عيش حياتك لا يهمونك، ليش تنطر منهم كلام ويزعلونك، ما يبي يحاكونك لا يحاكونك، ما يبي يكلمونك لا يكلمونك، يبي يخلونك خلونك شنو يعني.
عضي خلا كمل. ما يبحثونك لا يحاتونك، ما يبكرمونك لا يكرمونك، ما يخلونك لا يخلونك. مو كل كلمة ثانية يزعلونك ده، لو ما يزعلونك ده ما تزعل. شدعوا بيفيدونك ولا بيوكلونك ولا بينومونك ولا بيقعدونك، ما راح يسوون لك شيء حسون حبي انت. تكفى لا يضايقونك، اللي يزعلونك يزعلوني، واللي يضايقونك يضايقوني، واللي يبتشونك يبتشوني، واللي يضرك يضروني. حبيبي حسوني لا يزعلونك ولا يضايقونك ولا يهمونك. ها بابا.